أهلا بكل متابعي سيدتي ونشرة اليوم الثالث من مهرجان كان لايونز للإبداع في مدينة كان. النهاردة كاميرا سيدتي كانت في زيارة مميزة لجناح شركة ميتا في مهرجان كان لايونز، وداخل الجناح اكتشفنا مع بعض أحدث التقنيات في مجال الميتافيرس أو العالم الافتراضي. الأستاذة لما الشستري رئيس التحرير مجلتي سيدتي والجميلة خاضت مغامرة مميزة عن طريق تقنية الفي آر في محاكاة لمحطة الفضاء الدولية ناسا. التجربة عبارة عن محاكاة حقيقية 360 لمحطة الفضاء الدولية ناسا والعالم في الفضاء، والتجربة هي أكبر مشروع تم تصويره في الفضاء والفائز بجائزة الإيمي أوردز للبرنامج التفاعلي المميز. كذلك كان في عدد من التجارب المميزة زي الجانجل وغيرها من التقنيات اللي بتستعد ميتا لطرحها خلال عالم الميتافيرس. ومن داخل جناح إنستغرام داخل جناح ميتا خضعنا لتجربة ثلاثية الأبعاد أنشأها المصمم العالمي فيليب بانتون. التجربة هتكون متوفرة لكل مستخدمي إنستغرام من خلال خاصية الفلتر في الريلز، يقدروا من خلالها يكتشفوا عوالم جديدة عن طريق تجربة الـ 3D ستوري. ومن داخل جناح المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG استمرت الجلسات الحوارية اللي بتضم ضيوف مميزين حول العالم. جلسات اليوم الثالث شهدت مواضيع هامة زي تمكين المرأة وازدهار الإعلام في المنطقة. الجلسة الحوارية الأولى كانت بعنوان تمكين المرأة، وأدارت الجلسة صبا عودة المذيعة الرئيسية ومديرة التحرير في اقتصاد الشرق مع بلومبرج. شارك في الجلسة ديمت إكلير الرئيس التنفيذي لجروب أميا والرئيس الإقليمي في WPP، ده إلى جانب نور الحسن الرئيس التنفيذي لترجمة ونيكي بولارد المدير الإبداعي لمجموعة ميلن لو. نور الحسن تحدثت لكاميرا سيدتي عن تمكين المرأة في الوطن العربي في ظل التطور الهائل اللي بيشهده العالم في الوقت الحالي. أكيد في تغيير، خلينا نقول بالعشر سنين الماضية تغير كتير الاندستري، involvement و including women ارتفع، بس لسه it's not enough. يعني لسه لما تطلع على positions C-level المدراء التنفيذيين لسه boards, women sitting on boards لسه في potential to grow much more، لسه ما وصلنا 50%. الجلسة الحوارية الثانية كانت بعنوان ازدهار الإعلام في المنطقة، وشاركت في الجلسة جمانة الراشد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة SRMG. كذلك شارك داني ريشا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لBBDO في الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان، ده إلى جانب فارس عقاد المدير الإقليمي لميتا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب إيدي مارون المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لأنغامي. فارس عقاد المدير الإقليمي لميتا في الشرق الأوسط تحدث عن التحديات اللي بتواجه العالم، خاصة مع عالم ميتافيرس اللي أصبح قريب أكثر من أي وقت مضى. طبعا هي فكرة جديدة وطموحة، ونحن دائما بنقول إنه ما حتتحقق بسنة أو سنتين، عم نقول يعني مينيموم مع 5 لـ10 سنين، ولكن الفكرة منا إنه يكون ننتقل من التفاعل مع الإنترنت الثاني الأبعاد إلى ثالث الأبعاد، تكون الخبرة إنه عم نتفاعل من داخل الإنترنت. أما إيدي مارون تحدث عن تحول منصة أنغامي من منصة موسيقية فقط إلى منصة بتضم برامج أخرى زي البودكاست والراديو وأمور تانية كتير. هلأ طبعاً نحن بلشنا as a music platform، ولكن عم نتحول أكتر لنكون ميديا أو entertainment and media platform مثل ما حكينا، والبودكاست هو عنصر أساسي طبعاً مع هالطفرة بالبودكاست especially بنشوفها بالسعودية. دي كانت أبرز فعاليات اليوم الثالث من مهرجان كان لايونز للإبداع وفعاليات جناح SRMG في المهرجان. انتظرونا يوميا في تغطيات خاصة وحصرية فقط على سيدتي.